ايوا يلا شوقتينا لهذا الشهيوه ديال السفوف بالخبز. الخبز الكارم. الخبز الكارم يلا بسم الله. هنا معك اختي كريمه. داكشي اغلبيه الوقت كيبقى يشيط من الخبز ضروري. إيه؟ هذه راه السيدات كلها عارفين ان الخبز كيبقى يشيط غير كيباع، كاين اللي كتخرجو كاين اللي كل وحده واش كدير ليه. غنسدو داك الخبز غادي نخويو عليه الماء، زيد لي تغطى الخبز بالماء، وغادي نديرو واحد 4 حتى 5 المعالق ديال الماء زهر. ايه مدة 10 دقائق بحال هكاك، ومن تما كان ملي كنسالي كنهزو كنصفيو بحال اللي كنعصرو كنشفو من الماء. وكنديرو في شي قصرية وكنبقى نفرتك فيه حتى ملي كتجمع كيبقى مجموع. وكنزيد عليه جوج حبات ديال المسكة الحرة مدقوقين مع شوية السكر. إذا كتزيدي له، عاودي لنا عاودي لنا اختي كريمه شنو كتزيدي له؟ جوج حبات ديال المسكه الحره. اييه مدهوكين شويه مع السكر. نعم. وجوج معالق ديال النعناع مطحون. واش السكر كديري سكر سنيده ولا ديك سكر كلاسي؟ المهم غير السكر اللي تدك معاها غير سنيده. واخا. وجوج معالق ديال النعناع مطحون. نعم. وثلاثة المعالق ديال السكر على حسب الحلاوة. وجوج معالق ديال الماء زهر. وجوج معالق ديال الزبدة. وكنخلطوه مزيان وكنديرو في الكسكاس يفور. الزبدة تكوني مذوبة ياك؟ حيت هو غادي نديروه يفور غير شوية غير صح ديال الكوزينة وصافي. واخا. وداك الشيء كنخلطوه مزيان وكنديروه يتفور غير فوره وحده. ومن بعد كنديروه في الزلايف. شحال تقريبا د الوقت يفور؟ الساعه اللي يطلع الدخان من الكسكاس. صافي. وكنديروه من الزلايف، يا كنقدموه بارد يا كنقدموه سخون. رائع عندك هاد الفكره تبارك الله عليك. وهذه فكره وعرفتي شنو هذه فكره اخرى للاخت ديالنا اللي كانت البارح كتسول على الخبز الكارم شنو ممكن تصوب به السيده في الدار باش حتى حاجه ما تضيع عندنا، خصوصا الا كانوا عندها وليدات صغيرين. اغلبيه الاولاد ما كيبغوش يفطروا الصباح كيجيو بالخبز ناشف بزاف. بصح فكره عندك غزاله رائعه، شكرا لك كثير اختي كريمه. فينا بلاصه انت يا في الرباط؟ انا ماشي في الرباط، انا خارجه على الرباط. ايوا على من تبغي تسلمي هذا الصباح على راديو اصوات؟ نسلم عليك وعلى على كل المستمعات اللي كيشاركونا بالوصفات ديالهم. والله الا عندي واحد لاجوندا في الكوزينه، كاين بعض المرات كنسمح في الشغل وكنبقى نكتب. دابا راه كل وحده في المستمعات ديالنا على راديو اصوات غدير كونينيش كتيب ديالها ديال الوصفات المستمعات. الله لا يخطيكم عليها.